هناك جهات كثيرة تحاول أن تخلق فتنة في هذا القضاء من خلال عمليات الخطف، الابتزاز، التهديد، التدخلات من بعض المحافظات المجاورة. لكن للأسف الشديد الإجراءات الحكومية لحد يومنا هذا ضعيفة جدا، بل هي معدومة. طالبنا تكرارا ومرارا باستحداث فوج طوارئ، حالنا حال بقية المناطق. للأسف الشديد الحكومة المركزية لم تستجب. تعرضنا إلى عمليات إرهابية كبيرة، الكل يعلم بالتفجيرات التي حصلت، تفجير ناحية آمرلي، تم التصويت في مجلس النواب الموقر في حينه على إعلانها مدينة منكوبة، لكن ماذا فعلوا لآمرلي؟ ماذا فعلوا لقرى والأطراف الموجودة في طوس؟ هناك اليوم قرى تابعة لناحيتي سليمان بيق وآمرلي، يزور هذه القرى كأنها من العصر الحجري، لا ماء، لا كهرباء، لا طرق مبلطة، لا مدارس، لا مستشفيات، لا مراكز صحية. صدور كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي بموجبه تقوم اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني باستملاك الأراضي المحيطة بالعتبة العسكرية بواقع 200 متر لمصلحة العتبة استملاكا إداريا أو رضائيا أو قضائيا. وقد اعترض المجلس المحلي للمدينة على التصميم الأساسي ووافق على جعل